لابد أن تكون عندكم مصداقية. هذا موت، هذا ليس شخص واثنين، هذه بلد لا نعرف ما الذي ذهب منها. درنا لا نعرف الآن هل مات لضاع منها، ومش مات بس، ضاع منها ربعها، نصفها، ثلثها، مش عارفين. قاعد الناس يعني هكذا مغمضين عليهم، وكأن حدث، كأن اللي ماتوا ما هم مش بني آدمين، ولا هم ناس، ولا لهم قيمة ولا لهم أهمية. هذه كارثة، هذا موت، هذا موت بالآلاف، هذا عذاب أرسل إليهم، لابد فيه من الشفافية ومن الوضوح ومن البيان، حتى يخفف عنهم شيء من هذا البلاء، وحتى الناس تستريح وتعرف أن هناك سلطات جادة تريد أن تخفف، تريد أن ترفع الضر. أما زيادة الغموض والتكتم والجيش الإلكتروني المسلط على كل من يريد أن يتكلم الحقيقة ويقول اسكت ويكمموا في الأفواه، فهؤلاء ظلمة، هؤلاء هم الذين يتبعون الهوى، لا يريدون الحقيقة. الله تبارك وتعالى أمرنا في كتابه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الحقيقة وبالوصول إليها وبالبحث عنها في آيات كثيرة. الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع، وليس بعد الحق إلا الضلال، وما فيش بعد الحق إلا الهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم مما أخذه على الناس في البيعة، وعلى أن نقول الحق، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. هذا هو الشرع، وهذا هو الطبع، وهذا هو ما يفعله الناس حتى غير المسلمين. أما أنكم تزعمون الآن أنكم يعني في برج عاجي، وكل من يتكلم هذا يريد الفتنة، وليس هذا وقت الكلام على المحاسبة، وليس وقت الكلام على المسالح. بالتأكيد